حاج محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. حاج محمود مساء الخير. شاهدوه يا شيف، هتفضل محترم وهتفضل ربنا يوفقك لمواقفك. ربنا ده بتعامل لوجه الله يا ابني، ربنا يرفع قدرك ويعزك دايما. ربنا يخليك يا حاج محمود، ربنا يكرمك. كده وثابت وفي الثبات على المبدا هو النجاه في الايام دي، مهما رأس الناس والله هتلاقوه. لان بصراحه في الفترات دي انا شايف حاجات غريبه جدا، ولكن خليك ثابت على مبداك، ربنا يوفقك ويكرمك. الحمد لله الحمد لله. احنا بس احنا بنوعي الناس، بنفهمهم يا حاج محمود. في مجتمعات بتروح، في مجتمعات، في مجتمعات كلمه كامله. انت النهارده حضرتك ده دورك الوحيد، اه انت تقول للناس بالامانه، الناس بتثق فيك، انت رايح فين؟ انا ما يكونش لك غرض، ولا ان الغرض في حد ذاته هو اللي بيقلب الموازين كلها. ساعات يا حاج محمود، ساعات الناس بتحس ان المهم ان المجلس ده قاعد ولا ماشي، سواء صيد اهلي زمان، مش مهم يقعد ولا يمشي، المهم ان المجتمع نفسه ما يفقدش مبادئه، المهم ان حضرتك المجتمع اللي انت فيه يفضل زي ما هو، هو ده المهم. بالظبط. وبعدين تبدل المواقف ومحاوله تفيض الاخطاء ومحاوله ساعه الخطا، الانسان لما يكون في لحظه ضعف من الخسه والندم ان انا اركب واحاول ان انا افتكر ان انا اتصيد خطا او اصدق سدد فواتير، والحاجات دي كلها ما بتنفعش يا سيدي في الاخر والله. طبعا الحمد لله ما بتنفعش، لانه اللي ربنا كاتبه هو اللي كان وهيكون، محدش فيه له حاجه. دلوقتي اخباركم النهارده سريعه جدا. انا القرار ده يعني مش فاهم، هل النهارده حاج محمود في استشكال؟ هل النهارده الاستشكال يوقف الحكم؟ هل قدمتوا حاجه تانية؟ هل يعني في اجراءات قانونيه اخذتوها؟ هل العميد ثروت سويلم هو اللي هيسوق؟ الدنيا ايه بقى؟ حضرتك اشرح لنا. بقول لك العميد ثروت سويلم دي احلى حاجه في الموضوع كله، لسه متخانق معاه اول امبارح في التذاكر وبتاع، انت عارف حضرتك، عارف ان هو ما بيحبش يجامل حد يوزع تذاكر. لا عميد ثروت لا يمكن، العميد ثروت في ماتش زي ده لا يمكن، لا يمكن يدخل واحد زياده او 10000. اخر حاجه في مساحه المجامله، ما بيحبش يتعرف الحاجات دي كلها. حضرتك مجامله، بقول لحضرتك ايه بقى، اول ما طلع القرار طلبته، انا قلت له انا اسف. جمهور الشرقيه، جمهور الشرقيه هيكون ليهم كلمه الحسم في المباراه دي دلوقتي بقى، بعد مجلس النواب مصر كلها ما عاد دلوقتي. امير عبد الشرقيه جدع، ثروت بيه جدع والله جدع. بص من احسن الشخصيات اللي اتعاملت معاها طبعا، وانسان ما اتغيرش. هو نائب مجلس الشعب، مجلس نواب، ضابط، مدير تنفيذي، هو ثروت سويلم، وده احسن حاجه طبعا، لان في ناس بينسوا نفسهم لما في منصب، بينسوا نفسهم وبيتغيروا يعني طبعا. ما علينا، سيف القرار اللي جه النهارده يعني برضه عشان نطمن الناس في المواضيع. احنا قرار الحل الاداريه العليا، الناس قالت الاستشكال ما يوقفش، ما فيش حاجه اسمها استشكال ما يوقفش، الاستشكال بيوقف التنفيذ فورا، اي استشكال اولا، بس لازم الاستشكال يكون مبني على حاجه. فاحنا خريطه الطريق عندنا، احنا هنسحب المواد المذكره التفصيليه بوك بتاع الحكم بكره ان شاء الله، اسباب الحكم هنعمل طعن في الاداريه العليا، وهذا الطعن لا يوقف التنفيذ، لكن لازم يتعمل، وله شق مستعجل وله شق موضوعي. طعن في الاداريه العليا، اسمها مش طعن، اسمها دعوه بطلان، دعوه بطلان ذات شقين. شق الو معايا سيف ولا معاك يا حاج محمود؟ مع حضرتك، حضرتك سامعني يا سيف ولا سامع حضرتك يا فندم؟ اتفضل. دعوه بطلان اللي على القرار، على قرار الاداريه العليا، وده من حقنا، الحاجه الوحيده اللي من حقنا نعملها في الاداريه العليا هي دعوه بطلان لوقف قرار الحل. لكن هذه الدعوه لا تبطل لوحدها، فلازم حضرتك بعد هذه الدعوه البطلان بتعمل استشكال في القضاء الاداري العادي في نفس المحكمه اللي حكمت لك الاولانيه بالدرجه الاولى، تطلب بيها بوقف تنفيذ قرار الحل الا بعد النظر في الشق المستعجل الخاص في البطلان. ده قرار قانوني، وانا الحمد لله عملته 10 مرات قبل كده في مجلس، وانا في الاتحاد، وانا في نادي البلديه، ودين انطعن عليا ودرسنا الموضوع ده منتهى. ده خريطه الطريق، ودي المذكره التوصيليه اللي بعتناها للوزاره لهذا الشان. اذا مجلس الاداره فورا فورا فور سحب المذكره وعمل الاستشكال قائم لحين الفصل في الدعوه. معلش يا حاج محمود، امشي معايا واحده واحده بعد اذن حضرتك الاجابات عشان الناس تفهم. بس دلوقتي حضرتك هتستشكل، الاستشكال ده هيترفض او يتقبل صح؟ ممكن يترفض وممكن يتقبل. تمام. لو اترفض يا فندم يبقى كده خلاص مفيش خطوات تانية. لا دي اخر خطوه، دي اخر خطوه عندنا، دي اخر خطوه. طيب يا فندم لو اترفض، يعني خلينا حضرتك نعمل كده بقى، خلينا نتكلم صح الاول عشان لو اترفض. احنا عندنا الاول، عندنا اول بعد اذن حضرتك فصل الثلاث، ده ليس بعده اي حد يتكلم. عندنا ايه الكلام؟ عندنا ماتش الثلاث، ما حد يعني مش هنعمل اي حاجه الا بعد ماتش الثلاث. ماتش الثلاث انت عارف طبعا ان التشادي انسحبت، الماتش ده بالنسبه لنا مصيري،
تمام. يعني ان شاء الله لازم نفوز عشان لا انا عايز معلش يا حاج محمود، حاج محمود انا عايز بس اقفل ده وارجع للماتش على طول مع حضرتك في دقيقه بس. حاضر. دلوقتي حاضر. دلوقتي حضرتك الاستشكال ده هنسحب بكره اسباب الاسباب تمام الاسباب كويس تمام. وهنعمل طعن في الاداريه العليا تمام، وهنعمل استشكال لوقف التنفيذ وقضاء الاداري. استشكال هيوقف الحكم، استشكال هيوقف التنفيذ او اصبح مجلس شهري بقى خلاص اول ما يتقبل الاستشكال. تمام. لو حضرتك لو الاستشكال اترفض نقعد بقى نقعد نتكلم نقعد نتكلم تقعد حضرتك تتكلم. طيب انت حضرتك كده انتوا كده بالوضع ده موجودين الجمعيه العموميه بتاعت يوم السبت دي انتوا موجودين؟ الجمعيه العموميه من العقد يوم السبت بطالب ال 171 اللي بعض التصويتات ما يسمعوش الكلام والدعوات، لان عارف مشكله ايه يا سيف بعد اذنك؟ اتفضل. انت اتخطفتوا الانتخابات الجايه وما جيناش، ان ده انتخاب اللجنه الانتخابيه يوم الاثنين 4، فانا عشان ما نتتبكش الموقف كامله لازم الناس تيجي كلها تناقش مدير الاعمال. انا لفيت على الجمعيه العموميه كلها. اذا تصريح حضرتك ان الجمعيه العموميه في ميعادها يوم السبت ببنودها بكل حاجه ستكتمل السبت بحضور 50% زائد واحد من اعضاء الجمعيه العموميه ب 113 عضو، واذا ما اكتملش النصاب القانوني يوم الاحد بنفس النصاب، واتمنى انها تكمل ان شاء الله يوم السبت. واحنا الحقيقه معانا مكتب مستشاره قانونيه مع مكتب محاماه كبير جدا موجود عندنا، استاذ المستشار علي ياسين عبد الواحد محامي بالنقد، وده اللي معانا ان شاء الله في القضيه مع المجموعه، اضفناه للمجموعه اللي موجوده اللي احنا واثقين فيها من استاذ المستشار مجدي الكناوي او الاستاذ عيد الموجوده. نطمن الناس اللي في استقرار عندنا ماتش 100 الجمعيه العموميه قائمه يوم السبت والحد ان شاء الله. تمام. الماتش والتذاكر يا فندم، انا سمعت دلوقتي ان وصل 40,000. وصل 40,000 اللي معالي السيد وزير الداخليه يعني بتصريح له مع ساره بيه ووجود وزير الرياضه بنشكرهم جميعا وافقهم، لكن انطبعت بالكامل وطرحها باكر ان شاء الله 15 انتقاحوا في اسكندريه وخمسه في القاهره. تمام. خمسه في القاهره 40,000 يبقى الاجمالي 40,000 ان شاء الله، وده رقم كويس جدا بنشكر عليه الناس وان شاء الله يعني نفرح الناس، لانه حضرتك زي ما قلت لك يعني احنا بقينا دلوقتي خسرنا 5 اهداف وخسرنا 3 نقاط او على الاقل 5 اهداف معانا، لكن انا اعتقد ان شاء الله فوزنا اذا فوز ان شاء الله بعد بكره يتم اعلاننا كاول الدول المتاهله باذن الله للتصفيات. تمام. انا يا فندم بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك. انا بشكرك الاستاذ محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. يا ريت يا جماعه